سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الفيديو هذا. المهم ماشي في شي حاجه اللي هي سميتو. المهم غنشارك معكم غير النهار ديالي كيفاش كيدوز، خاصه نهار الحد. انا دابا يلاه دخلت نيشه الكوزينه نوجد الغداء، وبغيت نشارك معكم ندير معكم واحد الطويجين بالخضره 100% سوسي ديال الشلو. يلا انتم معايا. بالنسبه للطاجين كندير انايا غير كيدير الزيت هي الاولى، ما كنديرش الزيت هي الاولى، كندير شويه تاع الماء كيسخن، كندير شويه البصله، شويه البصله هي الاولى، كندير درس ديال الثومه ضروري، درس تاع جوج دروج ديال الثومه هاهما، ملي كديرو سميتو ملي كديرو الزيت هي الاولى، ديك الزيت كبحال كتغطي اللحم، ما كتخليش ديك العطريه تدخل اللحم، كتسمي كيجي اللحم داير باسل. ملي كديرو الماء وكديرو العطريه واللحم، ديك العطريه كلها كتدخل سميتو. صافي نتوما كنفطوها هكايا عشوائي. هاد كنضيفو اللحم ندير الدجاج اليوم، طبعا بحال الدجاج مغسول ومرقد في الماء والخل والحامض. كندير انا التسكين جبير مع داك الماء، ملي كنغسل الدجاج كندير التسكين جبير كيجي كيتحي ديك الريحه وكينقي. عاد كنضيف ديك البصله اللي بقات ليا، كندير الربيع، كنخلي الباقي، كنديرو العطريه، مبقاش عندي الفاخر، كون بقى الفاخر غنديرو على الفاخر. كنديرو شوية الملحة، كنخليها بيدي الملحة، ما كنعرفش نديرها بالعشق. كندير الخرقوم، خرقوم البلدي تقريبا شي معلقة ونص على حسب اللحم لي عندكم. كنجبر حتى هو مع القوس حتى هو كنجبر، ملوي غتقولوا لي علاش كديري ولفتو. صافي تفقي البزار، شويه البزار، هذا الحمض كنصاوبو في الدار كيجي ما غنقولش لكم بحال ديال برا، احسن من ديال الزنقه، كيجي لذيذ بزاف كينجح يعني 100%. ان شاء الله دابا نشاركو معكم، كيجي بحال داك اللي كيكون مسدود ما كيكونش محلول، حيت ملي كنبغيو نستعملو الحامض مصير ملي كنبغيو نزينو به نعمروه
كنمشيو نشريو لحقاش اللي كنصاوبو في الدار كنصاوبو داك اللي محلول. هذا مسدود، هذا كيجي واعر، الطريقه ديالته سهله. دابا ان شاء الله نشاركها معكم في شي فيديو. الحمد لله صغير كيجي مع الدجاج بزاف، كنعرفو هادشي. اصلا الدجاج قد ما كثرتي ليه الحموضيه وسميتو كيجي لذيذ، وكيبغي الحامض الدجاج لا في الغسيل لا في الطياب. نخليو الطاجين ديالنا يشرب ديك العطريه، يشرب ديك العطريه مزيان، عاد كنضيفو عليه شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الزيت البلديه. دابا غنطلعو على الطاجين. بعد ما شرب داك اللحم ديك العطريه، من بعد غنضيفو الزيت شويه مغرميه، ندير شويه البلديه صافي. كنخليوه يتقلى شويه في الزيت. دابا راه العطريه راه دخلت للحم وتقلى اللحم مع العطريه غير بالماء والبصله والربيع. دابا درنا الزيت غنسدوه عليه واحد شويه، عاد غنبداو نخضروا فيه، نديروا ليه الخضره اللي غنبداو. انا خيزو كندير كنخضر به بهذا الشكل. هذا كنقطعو بالموس ديال باش كنقطعو البطاطا، كيجي لنا هكا احسن في الطاجين. كنقطعني بهادي كيجي هكا على هذا الشكل، كيعجبني هكا في الطاجين صافي. غنديرو خيزو هو الاول. من بعد غندير اللوبيا، اللوبيا ولا الجبانة اللي عندكم، المهم اللي عندكم. أنا الخضرة اللي غندير اليوم هي اللي متوفرة عندي، اللوبيا. اليوم الطاجين بالخضرة كيجي الصراحة زوين. من بعد غنزيد السلاوي، هاد السلاوي راه من الجردة عندي، دايره في الجردة. ان شاء الله دابا نشارك معاكم الجريدة ديالتي والخضرة اللي فيها والخضرة كيفاش كندير، كيفاش كندير. حتى كنعتنيو بالجردة ديالتنا الصراحة، فيها كاع دايرين فيها مطيشة، السلاوي، البنجال، البصلة، الربيع، النعناع. شي نهار غندير لكم فيديو خاص بالجريده ديالتي وداكشي اللي زارعين فيها، وريطات حتى هما. هكايا من بعد غنديرو البطاطا ديال الاخرى بطبيعة الحال. كان المجمر هاد الطاجين ما غنزيدو ليه لا ما لا حتى حاجه، هاد الخضره بالضبط دابا تطلق داك الماء ديالها، غيطيب الطاجين غير في الماء ديال الخضره، يجي لذيذ. ولكن مبقاش عندي الفاخر، داكشي علاش درتو دابا فوق البوطه، تيجيبني حتى فوق البوطه صافي. ستنا الخضره ديالتنا هكايا،
غندي فوق مطيشه الفوق، مطيشه تايره من الجريده، عرفتي راه الفرق كبير كبير بزاف ديال مطيشه ديال اللي كنشريو ومطيشه هذه دابا اللي كنستعملنا ديال الجرده، كاين واحد الفرق كبير في المذاق حيت بيوم حنا كنحطو المطيشه في الطاجين. المهم درنا مطيشه، زدت عليهم الزيتون، طريف تاع الحمض مصير، الفلفله حاره هذيك على حسب الذوق اللي كيبغي، غنديرو دابا كاس تاع الما فاش غيطيب الطاجين هذا. صافي نقصو عليه العافية شويه، صافي نخليه يطيب على خاطرو، ديك الساعة حتى لخر عاد كندير شويه البزار من الفوق، صافي نطلقو من بعد. صافي البنات جينا تغدينا في هذا فالطبيعه هذه اللي كاينه هنايا، الحمد لله داز النهار زوين. الغداء داز الصراحه، الطاجين كان بنين وزاد بنان بهذه الطبيعه هذه وبهذا الجو، خضوريه تبارك الله فيما مشيتي. المهم نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا لكم على المشاركه عندي في القناه ديالي، وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموني وتزيدوا تشجعوني، وشكرا لكم بزاف. انا دابا غنتحرك، يقدر دابا قبل ما نمشيو للدار سمعنا بلي راه كاين هنا واحد السباق ديال السيارات، نقدر نمشيو له ان شاء الله نشوفوا شنو كاين تمايا. المهم اي حاجه غنشاركها معكم هذا النهار هذا، يلا خليكم معايا. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that